أهلا وسهلا فيكم بمجموعة المحاضرات التعليمية بتقنيات المعلومات والاتصالات في خدمة الزراعة. معكم خبير الزراعة الرقمية المهندس فادي مجاهد، وهذا هو الجزء الأول من سلسلة محاضرات بعنوان تقنيات المعلومات والاتصالات وسلسلة القيمة الزراعية. المبدأ الأساسي في عملية استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات هو استخدامها كأداة لدعم الأنظمة التقليدية، وأكرر كأداة لدعم الأنظمة التقليدية وتحسين أدائها عن طريق تحليل هذه الأنظمة وفهمها بشكل صحيح. الهدف الأساسي لدراسة هذا الموضوع اللي نحن بصدده اليوم هو تحليل الأنظمة الزراعية وفهمها للوصول إلى أفضل الطرق لإضافة دعم تقنيات المعلومات والاتصالات. بداية قبل ما نبدأ موضوعنا، خلينا نبدأ بتعريف سلسلة القيمة الزراعية. خلينا نشوف معنى سلسلة القيمة ومعنى سلسلة القيمة الزراعية. حنبدأ بمثال بسيط معروف لدى الجميع. لما أنت بتطلب بيتزا، يا ترى حدا فكر منا شو هي المراحل اللي توصل فيها المكونات تبع البيتزا لحتى تصير بيتزا لحتى توصل لعنا؟ خلينا نشوف شو هي هاي المراحل، ومن بعد منا بنفهم موضوع سلسلة القيمة. الموضوع بيبدأ لما المزارع بيزرع الخضار والقمح اللي بيصير طحين، والزيتون اللي بيستحول لزيت وبيصنع الجبنة من الحليب. طبعاً ممكن يكون أكثر من مزارع هو اللي عم ينتج كل هالأمور، وممكن يكون مزارع واحد هو اللي عم يساوي كل هالعمليات لحتى إنتاج المواد اللي بتحتاجها البيتزا. صاحب المطعم بيروح على السوق بيشتري من التاجر المواد الرئيسية من خضروات وعجين وجبنة وزيت، هي المواد اللي هو بالأصل جابها من عند المزارع. بيرجع صاحب المطعم على المطعم وبيقوم بكافة مراحل تحضير البيتزا، من تحضير العجين، تقطيع الخضار والجبنة، وإعداد خلطة البيتزا، وانتهاءً بإدخال البيتزا إلى الفرن. الشخص المسؤول عن توصيل الطعام بياخذ هالبيتزا بيوصلها للزبون النهائي، وبالهناء والشفاء لكل من أكل. سلسلة هالعمليات اللازمة لتحويل المواد الأولية مثل الخضار والجبنة والزيت الموجودة في السوق أو حتى في المزارع إلى بيتزا وإيصال البيتزا إلى المستهلك النهائي بيسموها سلسلة القيمة. سلسلة القيمة هي مؤلفة من كلمتين. فهمنا كلمة سلسلة وهي عبارة عن تسلسل من العمليات المترابطة. طيب شو معنات كلمة قيمة؟ سلسلة القيمة، شو معنات كلمة القيمة؟ كل مرحلة من مراحل السلسلة اللي ذكرناها عم يصير الشيء التالي: يستلم الطرف المسؤول عنها المواد من الطرف السابق ويضيف على هذه المواد قيمة إضافية. كيف يعني؟ مثلا التاجر بالسوق عم يستلم الخضار والسلع الأخرى من المزارع بيحطها بدكانه ليشتري منها صاحب المطعم، وبالتالي بدل أن يذهب صاحب المطعم إلى المزارع البعيدة لشراء هذه المواد كل مادة من مزرعة، فهو يشتري كل المواد من مكان واحد قريب. القيمة هنا هي نقل هذه المنتجات وعرضها في مكان واحد لتسهيل عملية الشراء. مثال آخر، صاحب المطعم اللي بيستلم المواد الأولية وبيحولها لبيتزا عن طريق تحضير الخضار والجبن ووضع البيتزا في الفرن، ومن ثم تقطيع البيتزا ووضعها في علبة. القيمة هنا هي عملية تصنيع المواد الأولية وتوضيب المنتج النهائي، بدل ما أنت تأخذ هالمواد وأنت تساويها ببيتك، صاحب المطعم عم يضيف القيمة ويعطيك إياها. موظف التوصيل أو الدليفري هو كمان بحد ذاته بيضيف قيمة، بيستلم البيتزا بيوصلها للمستهلك النهائي، والقيمة هون هي إيصال الطعام. بدل أن يذهب الزبون إلى المطعم لاستلام البيتزا، بيستلم البيتزا في بيته. إذن ما هي سلسلة القيمة؟ سلسلة القيمة هي كل الفعاليات التي تتطلبها عملية إيصال المنتج أو الخدمة من مرحلة تطويرها إلى استخدامها. بمثالنا السابق، سلسلة قيمة البيتزا هي كل الفعاليات التي تتطلبها عملية إيصال البيتزا من مرحلة المواد الأولية من خضار وجبن وغيره إلى إيصالها للمستهلك النهائي ليقوم بأكله. هذه الفعاليات هي ارتباط بين الأشخاص أو في بعض الأحيان الشركات التي تتبادل المنتجات أو الخدمات أو المال أو البيانات أو المعلومات فيما بينها، وبالتالي هذه الفعاليات هي في أساسها سلسلة من التفاعلات الإنسانية، يتفاعل كل طرف مع الآخر لتحقيق دوره في إتمام هذه السلسلة. صاحب المطعم يتفاعل مع التاجر، والزبون يتفاعل مع المطعم، والمزارع يتفاعل مع التاجر في السوق، وإلى آخره.
لكي تكون هذه السلسلة فعالة وتؤدي دورها التي صممت لأجله، يجب أن يحصل ما يلي شرطين أساسيين خلينا نستكشفهم. أولاً، كل طرف مشترك في هذه السلسلة يدعم جميع الأطراف الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في المراحل المختلفة. يعني المزارع يدعم صاحب المطعم عبر إنتاج الخضروات والجبن، وصاحب المطعم يدعم المزارع وتاجر السوق عبر شراء منتجاتهم وتصريف بضاعتهم، والشخص المسؤول عن توصيل البيتزا يدعم صاحب المطعم عبر تقديم خدمة إيصال المنتجات، والمستهلك النهائي يدعم المزارع وصاحب المطعم عبر شراء المنتجات وتصريف بضاعتهم، ويدعم شخص التوصيل عبر استخدام خدماته. كل طرف يدعم باقي الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فإن هذه السلسلة يجب أن تكون فعالة في خدمة أغراض جميع المشاركين فيها. أمر آخر يجب أن يتوافر لتفعيل دور سلاسل القيمة، يجب أن يتشارك الأطراف المشاركون في هذه السلسلة بهدف إرضاء حاجات الزبائن لزيادة أرباحهم. إذن التشارك بين الأطراف وهدف هؤلاء الأطراف هو هدفين: إرضاء الزبائن أولاً وزيادة الأرباح ثانياً. في مثالنا السابق، المزارع يحاول إنتاج أفضل الخضروات والأجبان التي ترضي حاجة الزبون المباشر اللي هو تاجر السوق، وغير المباشر اللي هو صاحب المطعم، أو النهائي اللي هو مستهلك البيتزا. ولما ينتج أفضل المواد الأولية بيحصل على زيادة الربح، وصاحب المطعم يحاول إنتاج أفضل أنواع البيتزا التي ترضي زبونه أيضاً ليحصل على زيادة الربح. حتى شخص التوصيل يحاول توصيل البيتزا بأسرع وقت حتى تصل ساخنة ويحصل على البقشيش أو الهدية من الزبون. عرضنا شو معناتها سلسلة القيمة، وهلأ بدنا نوصل للمصطلح الأهم بهذا الفيديو اللي هو سلسلة القيمة الزراعية. ما هي سلسلة القيمة الزراعية؟ سلسلة القيمة الزراعية هي ببساطة سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية، وبالتالي هي الأشخاص والفعاليات التي تعمل على إيصال المنتجات الزراعية من مرحلة الحصول على مستلزمات الإنتاج إلى مرحلة البيع إلى المستهلك النهائي. طبعا هذا يشمل المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية والسمكية على حد سواء. هذه السلسلة تختلف حسب نوع المنتج، فمثلا سلسلة قيمة فاكهة المشمش تختلف عن سلسلة قيمة الزيتون، وتختلف عن سلسلة قيمة الحليب أو البيض. خبراء سلسلة القيمة الزراعية قاموا بتصنيف فعاليات سلسلة القيمة الزراعية إلى المراحل التالية. مهما كانت هذه الفعاليات فهي تتبع لأحد هذه المراحل. أولا، المرحلة الأولى هي تزويد مستلزمات الإنتاج. المرحلة الثانية هي الإنتاج بحد ذاته. الثالثة هي الجمع. الرابعة هي المعالجة والتوضيب. والخامسة هي البيع. خلينا ناخذ مثال سلسلة إنتاج الحليب اللي هو أحد المنتجات الزراعية الرئيسية أو المنتجات الحيوانية. المرحلة الأولى هي تزويد مستلزمات الإنتاج. عملية تزويد مستلزمات الإنتاج هي عملية تزويد المواد الأولية اللازمة لإنتاج الحليب. تبدأ هذه العملية في حالة الحليب بالحيوانات نفسها اللي هي البقر أو الأغنام مثلاً، وتشمل الأعلاف والماء والأدوية البيطرية. المرحلة الثانية هي عملية الإنتاج، والتي يقوم عبر المزارع أو الشركات الزراعية في بعض الأحيان بتربية الحيوانات والعناية بها لإنتاج الحليب. المرحلة الثالثة هي عملية الجمع، وهي تختلف من منطقة لأخرى ومن ثقافة إنتاج لأخرى. فمثلا ممكن أن يكون الجمع عبر أشخاص مختصين لديهم برادات كبيرة يقومون بالتنقل من عبر المزارع وشراء الحليب من المزارعين. المرحلة الرابعة هي عملية المعالجة والتوضيب، وهي أيضا تختلف من منطقة لأخرى ومن ثقافة إنتاج لأخرى. ممكن مثلا أن تكون عملية المعالجة والتوضيب معمل إنتاج عبوات الحليب المبستر وإيصالها لبائعي المفرق. في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة البيع، يقوم بائع المفرق بعرض عبوات الحليب المبسترة إذا كان هذا هو الشكل النهائي لتوضيب المنتج، وبيعها للمستهلك النهائي أو الزبون. بعد ما نكون حددنا الفعاليات الخاصة بكل مرحلة ضمن سلسلة القيمة، لازم ننتقل للخطوة التالية لفهم آلية العمل ضمن السلسلة. من هم الأطراف، سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من مراحل هذه السلسلة؟ كيف يتواصلون مع بعضهم؟ ما هي القيمة المضافة التي يمنحها كل طرف للمنتج النهائي؟ هذه هي النقاط التي سنناقشها في الجزء التالي من هذه السلسلة التعليمية، والرابط موجود في أسفل الفيديو. شكرا لمشاهدتكم ودمتم بخير.